السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، في هذا الفيديو سنرى درس بسيط حول ظاهرة التحول الميتامورفيزم. بداية لابد من معرفة بعض المصطلحات. أولاً، ماذا نعني بظاهرة التحول؟ التحول ظاهرة جيولوجية باطنية تؤدي إلى تغير في التركيب المعدني والبنيوي للصخور في حالتها الصلبة، يعني أن الصخور تبقى في حالة صلبة فتتحول من صخرة يا إما رسوبية أو صهارية أو صخرة متحولة أخرى إلى صخرة متحولة، وذلك تحت تأثير جوج العوامل، عاملي الضغط ودرجة الحرارة. الآن سنرى بعض الخصائص البنيوية المتعلقة بظاهرة التحول. في البداية لابد من معرفة ماذا نعني بالتندد. فالتندد عبارة عن تطبق لمكونات الصخرة stratification ناتجة عن ظاهرة الترسب، يعني هذه البنية نجدها خاصة في الصخور الرسوبية. إذن كما تلاحظون معي في هذه الصورة، فهذا التطبق يطلق عليه كذلك اسم التندد. إذن فالصخور الرسوبية تشكل طبقات أفقية تسمى التطبق. الآن ننتقل إلى مصطلح آخر وهو الشيستية. فالشيستية تميز الصخور المتحولة، فهي عبارة عن بنية مورقة نجدها في الصخور المتحولة، وهي ناتجة عن الضغط، وتتميز بتواجد معادن موجهة. هذه المعادن تكون موجهة بشكل عمودي مع اتجاه الضغط، فهي مؤشر عن اتجاه الضغط، وتتميز كذلك بصفائح منتظمة قابلة للانفصام، يعني أن هذه الصخرة يمكن تقطيعها إلى أريقات. فهنا عندنا لدينا ملاحظة مجهرية لصخرة تتميز بهذا الشيستية. كما تلاحظون هنا أن بنية نتحدث عن بنية مورقة تكون فيها المعادن موجهة والصفائح منتظمة. ثم أخيرا التوريق لا فولياسيون، فهي كذلك بنية مورقة على شكل وريقات نجدها في الصخور المتحولة نتيجة عاملي الضغط والحرارة. فبنية التوريق بالإضافة إلى الشيستية الشيستوزيتي نجد فيها كذلك تمايز معدني بين أسرتها أو بين هذه الوريقات المشكلة للصخرة، وتتميز بكونها بنية غير قابلة للانفصام، كذلك مميزة تميزها عن الشيستية بالإضافة إلى تمايز معدني. إذن كما تلاحظون معي هنا لدينا أسرة تبين الشيستية خاصة
غنية بالبيوتيت، ثم أسرة أخرى فاتحة تكون فيها معادن واضحة وتتكون أساسا من المرو. أشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسوا الضغط على الاشتراك للتوصل بالدرس المقبل. شكرا.